هل الأدعية المخصوصة التي تحدد في الطواف وتوزع أو تباع للحجاج أو المعتمرين في كتيبات، هل هذا جائز؟ التزام هذا ما هو بجائز، التزام هذا الدعاء واعتقاد أنه لازم وأن كل شوط له دعاء مخصوص، هذا ما يجوز. الإنسان يدعو بما تيسر، بما يسر الله له من الأدعية، ولا يتقيد بكتاب أو يتقيد منسك، إنما يدعو الله بما تيسر له. وإن اشتغل بتلاوة القرآن في الطواف أو بالتسبيح والتهليل هذا طيب، أو سكت، لو طاف وهو ساكت كل الطواف وهو ساكت طوافه صحيح، لأن الدعاء مستحب وليس من شروط صحة الطواف. نعم.